طقس مستقر في أغلب المناطق وزخات أمطار في المناطق الجنوبية وطقس حار في عموم مناطق المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق مع وجود فرصة لزخات من الأمطار في المناطق الجنوبية، وكما نشاهد هنا من صور الأقمار الاصطناعية لدرجات الحرارة الواردة لدينا نجد أن الأجواء حارة جداً في معظم مناطق المملكة، تحديداً في مناطق الوسطى وجنوب غربي المملكة. حتى يوم السبت كما نشاهد الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وتستمر هذه الارتفاعات حتى يوم الأحد بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. الأجواء مغبرة ليلا، 28 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 19 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة. يوم السبت تكون الأجواء مغبرة، 43 درجة مئوية نهارا و30 درجة ليلا. أما يوم الأحد والاثنين فدرجات الحرارة نهارا 42 وليلا 31 والأجواء تكون صافية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في معظم مناطق المملكة ونبدأها شمالا. في سكاكا من 39 إلى 26، في عرعر من 37 إلى 25، في تبوك من 38 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 43 إلى 31، في الطائف فرص لزخات أمطار رعدية كما ذكرنا سابقا من 32 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية ليلا. في المدينة المنورة غيوم متفرقة من 42 إلى 29 درجة مئوية، أما في جدة الأجواء صافية من 38 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها والباحة فرص لأمطار رعدية من 30 إلى 19 في أبها ومن 27 إلى 22 في الباحة، أما في جزان من 36 إلى 31 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة. أما في الدمام الأجواء صافية من 39 إلى 30 درجة مئوية، في الإحساء من 43 إلى 31، في حفر الباطن غيوم متفرقة من 39 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. أخيرا في العاصمة الرياض من 43 إلى 30، في بريدة أجواء صافية من 40 إلى 28، وفي حائل غيوم متفرقة من 37 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.